السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالثا، كيف تفسر التكافؤ الإلكتروني للعنصر اعتمادا على التوزيع الإلكتروني لذرة هذا العنصر؟ الهدف أن أفسر التكافؤ الإلكتروني للعنصر بالاعتماد على التوزيع الإلكتروني. طلابنا مين بيذكرنا بالقاعدة اليمنى؟ القاعدة الثمانية، نعم يمنى، القاعدة الثمانية. أنه فشو لازم يكون في الطبقة الأخيرة 8 إلكترونات عشان تستقر الذرة. أحسنت يا يمنى، ممتاز. لازم يكون عندنا بالطبقة الأخيرة 8 إلكترونات مشان تستقر الذرة. طيب، القاعدة الثمانية رح نعرفها. هي القاعدة الكيميائية تنص على أن الذرات تميل لأن ترتبط بالطريقة التي تجعل فيها 8 إلكترونات على غلاف تكافؤها، أي الطبقة الأخيرة. المفروض لازم يكون عندنا بأي عنصر كان بالطبقة الأخيرة 8 إلكترونات مشان تستقر الذرة وبتصير عندنا مستقرة. طيب، شو فائدة هاي القاعدة الثمانية بدرسنا اليوم؟ يلا راح نشوف سويا. عندنا تكافؤ الكتروني لعنصر الصوديوم، كيف منوزع الالكترونات بالنسبة لعنصر الصوديوم؟ توزيع الكتروني، نعم يا غزالي. عايزين نكتب N يساوي عندنا الصوديوم، عدد الذرة للصوديوم هي 11. أنا بدي 11. أوزع عدد، تمام. بدي عايزين أوزع نكتب بالوحدة الأولى 2 و8 وبعدين 1. تمام، أحسنت يا غزالي. إذن بالمدار الأول إحنا السلام اشتغلنا عليكم. حسب مين؟ وعليكم السلام، حياك الله أستاذ فراس. أنت حسب قاعدة باولي؟ يعطيك الله العافية. يعافيك أستاذ، بس الله يعافيك. ضيفيني منظم لأنه في طلاب برا راح يضيفوا على المجموعة بعد إذنك. يلا. يلا غزالي، لازم نشتغل حسب قاعدة باولي. تمام. المدار الأول 2، أحسنتي. أيضا المدار الثاني 5، والمدار الثالث 1. أحسنت يا غزالي. إذن المدار الأول، ممتاز ممتاز. إذن المدار الأول بيشغلوا إلكترونين حسب قاعدة باولي، المدار الثاني بيشغلوا 8 إلكترونات. المدار الأول بيشغلوا إلكترونين حتى يكتمل عدد الذرة بالنسبة لعنصر الصوديوم. رح نوزعه على المدارات الإلكترونيات. عندنا ذرة الصوديوم، من ايش تتكون الذرة؟ يلا يا ريم، خلينا نراجع معلومات سريعة. يلا ريم العموري، من ايش تتكون الذرة؟ عنصر من البروتونات والنيترونات. احسنتي. اذا هذه هي النواة التي تحتوي على بروتونات ونيترونات، ولكن مكونات الذرة يا ريم، من ماذا تتكون الذرة؟ نعم من نواة. إسراء، من نواة، ممتاز يا ريم، من نواة. وأيضا أبو الهاتف الكترونات، من الكترونات، أحسنتي. إذا تتكون الذرة من نواة والكترونات. عندما وزعنا الإلكترونات بالنسبة لذرة الصوديوم، كم مدار شغلنا؟ إسراء الضبعان، كم مدار شغلنا؟ أمسي 4. عندما وزعنا الإلكترونات لذرة الصوديوم، كم مدار شغلنا؟ فاطمة طه، عندي 3 مدارات. المدار الأول عطينا ذرتين، المدار الثاني 8 ذرات. طبعا هاي قاعدة حسب قاعدة باولي، 8 و2 هون 10، تم معي 1، فبعطيها للمدار الثالث.
احسنتي ممتاز. إذن نشاهد كيف نوزع الالكترونات على المدار. المدار الاول الكترونين مثل ما قالت صديقتنا فاطمة. المدار الثاني 8 الكترونات. المدار الثالث الكترون. طيب قلنا انه الذرة بتتكون من نواة والكترونات، وقلنا ايضا نواة بتحتوي على بروتونات ونيترونات. طيب كم عدد البروتونات في ذرة الصوديوم؟ يلا يمنى. 11. احسنتي، عدد البروتونات في ذرة الصوديوم 11. ما شحنة البروتونات يا يمنى؟ موجبي. موجبي، ممتاز. اذا وايضا عدد الالكترونات 11. ايضا 11. وما شحنة الالكترون؟ سالبي. سالبي، ممتاز. تصبح عندنا ذرة الصوديوم، هل هي مستقرة أم لا؟ تصبح عندنا مستقرة. هل هي مستقرة أم لا؟ لماذا مستقرة يا يمنى؟ لأن عدد البروتونات سوى عدد الإلكترونات. عدد البروتونات سوى عدد الإلكترونات، فتصبح عندنا هون الشحنة بالنسبة للذرة بشكل كامل ماذا تصبح؟ معتدلة. معتدلة كهربائيا، ممتاز. تصبح شحنة الذرة بشكل كامل معتدلة كهربائيا. إذا عند حدوث التفاعل، حدوث التفاعل لذرة الصوديوم، قبل حدوث التفاعل هل هي الذرة مستقرة أم غير مستقرة؟ نعم يا يمنى، غير مستقرة. غير مستقرة، لماذا غير مستقرة يا يمنى؟ لأنها لم تطبق قاعدة الثمانية. أحسنتي، إذن لم تطبق القاعدة الثمانية. إذن نشاهد عند حدوث التفاعل ماذا يحدث لذرة الصوديوم. لدينا نواة موجبة الشحنة ومدار أول ومدار ثاني. مدار الأول يشغل الكترونين، المدار الثاني يشغل 8 الكترونات. عند حدوث التفاعل ماذا حدث؟ عند حدوث التفاعل أصبحت ذرة الصوديوم في حالة استقرار. طبقنا القاعدة الثمانية بالمدار الأخير صار عندنا 8 إلكترونات. ماذا حدث لذرة الصوديوم حتى صارت عندنا في حالة استقرار؟ مين بدنا مشاركة جديدة؟ بسري ويمنى أمية إسراء، ماذا حدث؟ طيب عند حالة الاستقرار، استقر عند حدوث التفاعل، استقرت الذرة، طبقنا القاعدة الثمانية، أصبح في الطبقة الأخيرة 8 إلكترونات. ليش صار عندنا بالطبقة الإلكترونات؟ ماذا حدث لذرة الصوديوم حتى صارت في حالة استقرار؟ طيب احنا ناخذ مثال شوي. احنا عندنا بالصف، عندي بالصف 10 مقاعد، تمام؟ وزعنا الطلاب، كل طالب واجونا دفع الطلاب اللي هدنوا عددهم 11 طالب، تمام؟ 11 طالب. فأنا وزعت كل طالب بمقعد، كل طالب بمقعد، ايش بيصير هون للطلاب؟ فبيضل عندنا طالب بدون مقعد، صح؟ ومطلوب منا احنا، مطلوب منا انه كل طالب بده يقعد بمقعد. فهذا الطالب اللي طلع زيادة شو بنعمل فيه؟ بننقله لشعبة أخرى. نعم إسراء، شو بدك تقولي؟ أنا كنت في الإلكترونات المهملة، عدد الإلكترونات المفقودة. أحسنتي يا إسراء، إذا مهملة أي مفقودة. فقدنا الطالب من الصف، فصار عندي أنا 10 طلاب وعشر مقاعد، اكتمل، صار الصف مستقر. وهلق فيني أنا كفي الدرس بالصف. هلق هوني لما رجعنا للذرة، الذرة لما صارت حالة استقرار توزعت، المدار الأول إلكترونين، مدار الثاني 8 إلكترونات حسب قاعدة الثمانية، فصارت حالة مستقرة. الإلكترون الأخير بالطبق اللي كان قبل غير عندما كانت ذرة الصوديوم غير مستقرة، ماذا حدث؟ فقدناها،
صار عندنا فقد الكترون، فقدنا الكترون. نعم الكتلة. نعم نضيف طبقة، نضيف طبقة ثالثة. ليش بنضيف طبقة ثالثة يا إسراء؟ أنسي كان نحط المفقود. طيب يا إسراء، إحنا قلنا نرجع للصف. إسراء إحنا قلنا عنا 11 طالب و10 مقاعد، ومطلوب منا إنه قاعد كل طالب بصف بمقعد، تمام؟ كل طالب بمقعد، تمام؟ فالأفضل عند بيصير حالة الاستقرار لازم يكون عنده بالطبقة الأخيرة 8 الكترونات. الأفضل إنه يجيب 7 طلاب فوق ال 11، واللي بخسر طالب بنقله على الشعب الأخرى. لا أنسي بنخليه، أنا بدي العدد يكتمل طلاب بالمقاعد، كل طالب بدي إياه يكتمل بمقعده، ما بدي إنه يكون طالبين بمقعد بمقعد واحد. عندي 10 طالب، الطالب البقيان نقعد 10 طلاب بالمقاعد، والطالب البقيان من له. أحسنتي، إذن الطالب البقيان هو بدنا ننقله على الشعب الأخرى، فمعناته أنا هون بهي الحالة بدي أفقده، ما رح أجيب إسا 7 طلاب لحتى 7 طلاب بالمدار الثالث لحتى تحقق القاعدة الثمانية. فالقاعدة المدار الثالث أنا عندي الكترون واحد، فمعناته بهي الحالة أنا بدي أفقد الكترون حتى تحقق القاعدة الثمانية، بدي يصير عندي مدارين وعشر الكترونات، فقدنا الكترون، تمام؟ بهاي الحالة كم بروتون أنا عندي بحالة الاستقرار؟ أنسي 10 بروتونات. 11 بروتون ولا 10؟ نعم حسين 10 10 إلا 11، جواب نهائي 10. ليش 10 بروتونات؟ ليش؟ أنسي الآن فقدنا واحد، احنا فقدنا الكترون ما فقدنا بروتون، فقدنا الكترون ما فقدنا بروتون. انسي عدد البروتونات بضل 11. احسنتي، اذا عدد البروتونات ضمن الذرة لا يتغير يبقى ثابت، ممتاز يا يمنى، وشحنته موجبه. وعدد الالكترونات عند الاستقرار كم اصبح عدد الالكترونات؟ أنسي 11. 10؟ نعم يا حسين. أنسي 10. حسين. أنسي 10. تغير عندي الكترونات. وشحنته سلبي. إيش قد بيطلع عند النتيجة النهائية؟ 11 بروتون موجب و10 الكترون سالب. واحد. موجب. واحد موجب، أحسنتم. تحول ذرة الصوديوم إن إلى أيون موجب. إذن هذا الواحد اللي طلع معنا هو بدل على عدد التكافؤ، بدل على عدد التكافؤ، تمام؟ طيب شحنته موجبي، الآن عدد بروتوناته 11، عدد إلكتروناته 10 سلبي، صار عندي زائد واحد، شحنة زائد بالنسبة للبروتونات، واحد 11 ناقص 10 واحد، التكافؤ هو واحد، وشحنة الصوديوم موجبة تحول إلى أيون موجب. طيب نأخذ مثال آخر حتى نفهم الفكرة أكثر. التكافؤ الإلكتروني لعنصر الأكسجين، التوزيع الإلكتروني عندي أنا العدد الذري بالنسبة للأكسجين 8، كيف بدي أوزع عدد التوزيع الإلكتروني؟ يلا أمية. أي أنا سمعك. التوزيع الإلكتروني بالنسبة لذرة الصوديوم كيف بدنا نوزعها؟ يلا عندي أنسي من 8. أي أنسي من حط. شو يا أمية؟ أي أنسي معك. أنسي بنحط بأول يلا. مدار الكترونين، وبالتاني مدار 8 الكترونات. ليش 8؟ أنسي لأن ذرة الأكسجين هي شو اسمها 8
ثماني شو اسمه تكافؤه. العدد الذري هي 8 وما نقول تكافؤ هي 8 تمام. توزيع الالكتروني اول مدار حسب قاعده باولي عندنا الكترونين. يلا حسين يلا حسين انت انا معك يلا يلا. المدار الاول الكترونين احسن. نعم المدار الثاني 6 الكترونات تمام. طب ليه 6 الكترونات يا حسين؟ ما احنا اخذنا حسب قاعده باولي انه بالمدار الثاني على طول 8 الكترونات، ليش اخذنا هون 6؟ سيب جاوب هون. لا عدد الذري نعم مين اللي قال انا بجاوب؟ انسي انا غزالي. يلا غزالي انسي لانيتو هون العدد الذري كله 8 فبدنا نوزع بالمدار الاول نحط 2 وبالمدار الثاني بنحط 60 منشان انه يصير يكتمل عدد الذره فيصير 8 انه 2 زائد 8. ممتاز رائع رائع جدا يا غزالي. اذا عندي انا بالمدار الاول اللي هو بيشغله 2 الكترون بيبقى عندي بالعدد الذري 6 فهذا العدد الستي انا بدي وزعه على المدار الثاني بدي اشغله بمدار ثاني. احسنتي يا غزالي ممتاز. اذا نمثل على المدارات. اذا كم مدار شغلنا بذرة الاكسجين؟ مدارين يومنا اثنين. احسنتي. عندنا بالمدار الاول الكترونين، مدار الثاني 6 الكترونات. كم عدد البروتونات يومنا؟ عدد البروتونات 8. ممتاز. شحنتها سلبي. شحنة البروتون موجبي. هلا اختلف الوضع. احسنتي. اذا شحنة البروتون موجبي. شحنة والالكترون كم الكترون؟ 8 سلبي. 8 سلبي. شحنة بالنسبة للذرة ما هي شحنتها؟ أنسي معتدلة الذرة. أحسنت. إذا معتدلة كهربائيا أيضا معتدلة كهربائيا لأن عندنا 8 إلكترونات و 8 بروتونات. 8 بروتونات موجب و 8 إلكترونات سالبي صارت عندنا الذرة معتدلة كهربائيا. إذا ذرة الأكسجين هل هي مستقرة؟ إيه مستقرة. لماذا مستقرة يا ريم؟ أنسي لأن عدد البروتونات والإلكترونات بيساووا بعض. طيب حلو الكلام. عدد البروتونات وعدد الإلكترونات بيساووا بعض. طيب متى تكون الذرة مستقرة يا ريم؟ إمتى بتكون الذرة مستقرة؟ أنسي وقت اللي بيكون عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات. حلو. كمان هناك إجابة أخرى من؟ كمان إجابتك صحيحة ولكن هناك أيضا إجابة أخرى. نعم يا حسين. نعم حسين ما بعرف حسين. طيب غزالي. نعم أنت بس بدي أعيد السؤال. أيمت بتكون الذرة مستقرة؟ هل هي ذرة الأكسجين قبل حدوث التفاعل هي مستقرة؟ أنت هي معتدلة وليست مستقرة. إذا هي بعد حدوث التفاعل ايمت بتصير مستقرة؟ ايمت بعد حدوث التفاعل بينه. طيب اما بيحدث التفاعل ايش لازم يصير عندي انا؟ انسي بديك انه تشيلي مدار نونيك لانه شلنا مدار وهيك. طيب نحطهم كلهم على مدار واحد؟ لا. طيب ممكن. انا عندي جواب. طيب يلا يومنا قولي لنا. أنسي الذرة غير مستقرة كهربائيا لأنها ما تنطبق قاعدة الثماني. أيمت بتتحقق قاعدة الثماني يا يمنى؟ أنسي عندما بيكون بالمدار الأخير في 8 الكترونات. أحسنتي ممتاز رائع. إذا لما بدي يكون أنا عندي بالمدار الأخير 8 الكترونات حتى تحقق القاعدة الثمانية وتستقر الذرة.
متى تستقر الذرة عند حدوث التفاعل؟ إذن أعطيك شاهد. مئة ساعة. طيب دقيقتين أستاذة، آخر يعني آخر كلمتين نحكي. خذي وقتك، بس بدي أخبر الطلاب إنه حصة العلوم الآن بتبدأ بعد حصة الفيزياء مباشرة، مجرد ما انتهت الآن يا سحاجة من حصة الفيزياء راح يكون عندكم حصة علوم طبيعية. ماشي يا طلاب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب أنا عندي ذرة الصوديوم عند حدوث التفاعل. بنرجع للصف. الصف إحنا قلنا عندي 10 مقاعد وصار عندي 8 طلاب، نقصنا طلاب، وبالشعب البقية في طلاب كتير، فأنا هون مشان أكمل العدد إيش بدي أسوي؟ بجيب طلاب لعندي، بجيب طالبين لعندي، فمعناته أنا هون بهاي الحالة بالمدار الأخير بكتسب الكترونين، بكتسب الكترونين مشان تحقق القاعدة الثمانية، بصير عندي بالطبقة الأخيرة 8 الكترونات. تمام؟ تمام أنسي، تمام. تمام. إذا عند استقرار الذرة كم بروتون أنا عندي؟ ثمانية. أمية؟ 8 أنسي. 8 أحسنتي. شحنة البروتونات موجبة، 8 موجبة. طيب والإلكترونات كم أصبح عدد الإلكترونات أنا عندي؟ 10. أحسنتي يا أمية، 10 إلكترونات. شحنة الإلكترون سالبي أنسي، سالبي. أحسنتي. إذا بيصير عندي 8 بروتونات و10 إلكترونات، إيش بيصير عند الناتج؟ يلا إسراء. أنسي عندي، أنسي معي، عندي 8 بروتونات و10 إلكترونات، شو بيصير أنا عندي؟ 8 موجب و10 سالب. شو بيصير أنا عندي؟ يلا حسين. -2. -2. إذا -2 هي 2 بتمثل عدد التكافؤ بالنسبي لذرة الأكسجين، وشحنة الأكسجين سالبي، بيتحول الأكسجين إلى أيون سالب. تمام؟ تمام. تمام. إذا طلابنا انتهى درسنا لليوم.